السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM، كما أرحب أيضا بأخوي فهد. مساك الله بالخير أخوي فهد. الله يمسك بالنور ورضا أخوي جاسر، حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما في حلقة الليلة. حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى يشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية. حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى يفتتح مبنى الاتصالات الاستراتيجية ومبنى الاستشعار عن بعد. فزعة قطرية لنجدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا، كانت هذه أخبارنا السريعة لهذه الليلة. شكرا لك أخوي فهد. مشاهدينا الكرام، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم بافتتاح مبنى الاتصالات الاستراتيجية ومبنى الاستشعار عن بعد التابعين لسلاح الإشارة وتقنية المعلومات الأميري القطري، وذلك بمعسكر البرية بالدحيليات. واستمع سمو الأمير المفدى إلى إيجاز حول مختلف المرافق والتجهيزات الحديثة، واطلع على أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنية المعلومات والآليات المختصة بمنظومة الاتصالات. وقد رافق سمو الأمير المفدى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وسعادة اللواء زايد أحمد الكواري قائد سلاح الإشارة وتقنية المعلومات، وعددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة. نعم، كذلك تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 18 من الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية بمقر الكلية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 18 من الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية بمقر الكلية. حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب سعادة الشيوخ والوزراء. وبعد عزف النشيد الوطني استأذن قائد الطابور سمو الأمير المفدى لتفتيش طابور الخريجين البالغ عددهم 250 خريجا من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، يأتي هذا التخريج مواكبا لاحتفال الوطن بتخريج دفعات من الكليات المماثلة ليمثلوا إضافة لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، ولقد فاقت الدفعة 18 بعدد خريجيها جميع الدفعات السابقة حتى الآن، حيث يبلغ عددها 250 خريجاً موزعين على وزارة الدفاع وجهازة من الدولة، كما يشاركهم 13 من إخوانهم من دولة الكويت الشقيقة وأربعة خريجين من المملكة الأردنية الهاشمية. وتعتبر هذه أول دفعة يكون من ضمنها خريجون في تخصص الأمن السيبراني،
كإضافة نوعية للتخصصات الأكاديمية الأخرى، ويبلغ عددهم 46 خريجاً. ولقد أمضى هؤلاء الخريجون 4 سنوات ونصف تحصلوا خلالها على شهادتي البكالوريوس الأكاديمي في إحدى التخصصات العلمية وشهادة دبلوم العلوم العسكرية. وبعد عرض مسير الخريجين والاستعراض العسكري، قام سمو الأمير المفدى بتكريم أوائل طلبة الخريجين وعددهم 11 خريجة. عقب ذلك تم استلام وتسليم العلم من الدفعة 18 إلى الدفعة 19 وقراءة أمر التعيين وانصراف طابور العرض. وفي نهاية الحفل أدى ضباط الدفعة 18 القسم ونشيد الكلية. وللحديث عن ما يمثله يوم التخرج من الكلية والتكريم السامي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يسرنا أن نستضيف في الاستوديو خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية الملازم محمد علي الصعاق المري، الثاني في النتيجة المشتركة والأول في الرماية والأول في تخصص إدارة الإمداد والتجهيز، والملازم خالد عبد الله العبيدلي الثاني في النتيجة المشتركة على تخصص الأمن السبراني. يا مرحبا ومسلامكم وألف مبروك وتستهلون المخلص. مبروك خير وعافية. طبعا في البداية ودنا نسأل عن الحفل، طبعا شاهدنا صباح اليوم التكريم وفرحة الخريجين وأولياء الأمور أيضا، بس احنا ما سألناكم أنتم مشاعركم وفرحتكم شلون؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فرحتنا اليوم مشاعرنا مشاعر لا وصف لها من الفرح والسعادة، خصوصا بتشريف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قاداتنا الذين لم يألوا بمساعدتهم لنا في تخريجنا وتميز باقي زملائنا الباقين، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. خالد ابو عبد الله، اللهم لك الحمد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قول اللي بتقوله. مشكورين على قناه ريان على الاستضافه، حق واجب، والحمد لله شعور ما ينوصف، تعب الاربع سنين كلها راح وحصدنا اللي زرعناه طول هالفتره الحمد لله، وشفنا فرحه الاهل والربع اليوم في حضورهم التخريج، وان شاء الله نكمل مسيرتنا ونبدا حياتنا المهنيه الجديده. والله يا ابو عبد الله فرحه الاهل، مبارك لهم للوالدين اللي حاضرين معانا واهالي جميع من تخرجهم من جميع الكليات الاربع. وابو عبد الله قال عن فرحه الاهل والاصدقاء، ابشرك ان انا وجاسر وفراس منتج البرنامج المصورين كلنا فرحانين والله الذي لا اله الا هو، نسال الله العلي القدير ان الان تكونون عون للبلاد والعباد ان شاء الله، وهذه البدايه مش النهايه. الله ان شاء الله نكون قد ان شاء الله. وطبعا فرحه التخرج غير وفرحه التفوق اكثر واكثر، انا متاكد من الشيء هذا. تبارك الله، اللهم لك الحمد. الله يوفقكم ان شاء الله. طبعا اللي نبي نعرفه خلال السنين اللي يعني مضيتوا فيها في الكليه، شنو هي الدروس والمقررات النظريه والعمليه اللي تطرقتوا لها خلال هذه السنوات؟ طبعا في الكليه تخصصات عديده، في تخصصات كل سنة يكون فيه تطور في التخصصات، يعني يكون فيه تخصص جديد على الكلية. نعم. التخصص اللي أنا تخصصت فيه إدارة الإمداد التجهيز كان أول تخصص للدفعة السابقة، دفعة 17. ما شاء الله. هذا كان أول تخصص في الكلية، وفيه تخصصات عديدة. في
من ضمن هذه التخصصات الجديده الامن السبراني. نعم الامن السبراني خالد بن عبد الله العبيدي، هذا تخصص جديد ونبارك لك اول دفعه تخرجت في هذا التخصص. الحمد لله. صحيح، الكليه هي اول 3 سنين تكون تركز على المجال الاكاديمي اكثر. اول سنه متطلبات عامه، بعدها كل واحد يختار التخصص اللي يبي. وعلى دفعتي انا انطرح تخصص جديد اللي هو تخصص الامن السبراني، وكنت اشوف نفسي ان اميل حق التكنولوجيا اكثر. نعم. والحمد لله توفقت تخصص الامن السبراني ونلت شرف مصافحه سيدي صاحب سمو. اللهم لك الحمد، بيض الله وجهكم. اخوي جاسر يمكن سال سؤال ولكن من عيده بطريقه مباشره لك. نعم. يا محمد الصعاق، مثل ما قال ان التخرج فرحه ولكن التكريم ايضا فرحه لا تضاهيها فرحه. حضور سيدي سمو الامير اليوم هذا دعم ووسام لكم، ولكن ايضا صعودك الى منصه والسلام عليه واخذ الجائزه سواء كان مركز اول ثاني والتفوق، هذا يعني الكثير. صح. الان بنتكلم يعني الجميع كلهم شاركوا وبذلوا المجهود، ولكن انت وصلت الى هذه المرحله اكيد انك واجهت صعوبات، واجهت تحديات، ولكن باصرار وعزيمه، واعطيك اياها بلهجتنا صملت صمله قويه والله وفقك. حدثنا عن هذه المرحله الى وصولك الى المنصه. طبعا الاسباب عديده من حيث وصولي للمنصة، اللهم لك الحمد، ومن أهمها هذا تكريمك. نعم. تكلم كمل وانت تشوف التكريم. الشعور هنا الحين الشعور والله ما أقدر أوصله، شعور الحمد لله، اللهم لك الحمد. اللهم من أسباب، اللهم لك الحمد، أهم الأسباب أولا طاعة الله سبحانه، ثم طاعة الوالدين والدعاء، ويجب على الشخص أنه يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب بالجد والاجتهاد. نعم. عز الله. ويحط هدف التفوق نصب عينه، وبإذن الله الرب يكتب له اللي فيه خير وصالح، اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أيضا أخوي خالد من المتفوقين واللي صعدوا على هذه المنصة وعاشوا هذه اللحظة الجميلة، ولو نشاهد معه أيضا لقطات تكريمه. في نفس الوقت أبيك تشرح لي الشعور في هذه اللحظة. هو حاليا قاعدين نشوف لحظة تكريمك أخوي خالد. الحمد لله، اكيد مثل ما قال اخوي محمد علي الصعاق، شعور صعب توصفه. صحيح. الحمد لله يعني خلال هال4 سنين كانت منافسه وواجهنا بعض التحديات والصعوبات، توافقنا من رب العالمين ودعاء الوالدين الحمد لله وبرنا فيهم، والحمد لله نلنا شرف مصافحه صاحب السمو. لكل مجتهد نصيب في جميع المجالات، وانتم بيض الله وجهكم. من زرع حصد. عز الله من زرع حصد. يمكن ابو علي ذكر نقطه جدا مهمه في جميع المجالات. نعم. انت لازم تحط عينك للهدف لين توصله، لا تقول والله انا مشيت وبذلت مجهود، لا، لازم بتجيك. الان انتم مرت عليكم كثير من الامور اللي نقول انها يعني كانت صعبه نوعا ما، وامور كانت مش مستحيله، بهمم الرجال، بقوتكم، بالمدربين والضباط اللي معاكم اللي ساندوكم ودعموكم. أيضا تعدتوا هذه المراحل، جائحة كورونا وغيرها إلى ذلك، 50 يوم، التنقل من الحياة المدنية إلى العسكرية، أمور كثيرة يعني تغيرت في حياتكم، ولكن اللهم لك الحمد وصلتوا إلى مبتغاكم. محمد كلمنا يعني عن هذه المرحلة ال4 سنوات، صحيح أنها مش بسيطة، ولكن أيضا المشاهد يبغى يعرف اللي كان داخل المعسكر. طبعا من خلال اللي ذكرته، اللي الامور اللي مرت علينا، جائحه كورونا وال50 يوم، هذه ايام كانت صعبه، والحمد لله عديناها على خير، اللهم لك الحمد، وارتفع منا ذا الوباء، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ايام كانت صعبه جدا على المرشحين، عز الله. اتوقع انها راح تصب في مصلحتكم انتم وفي خبراتكم ان شاء الله المستقبليه باذن الله. وكذلك ايضا لو بغيت اكلمكم بكلمكم من الناحيه الاكاديميه، هل واجهتوا صعوبات من الناحيه الاكاديميه، مثلا الموافقه بين الدراسه العمليه والنظريه والموافقه بين الدراسه الاكاديميه، هل كان في صعوبه في الموضوع هذا ولا؟ مع الكورونا صارت الدراسه اونلاين، هو طبعا الحضور يكون احسن. أي نعم. عشان تقدر تسمع الدكتور وتشوفه بعد، واذا عندك سؤال تقدر تساله، اما من وراء الكمبيوتر واونلاين وهاي مرات الدكتور ما يلحق او ما يسمعك ويكمل. صحيح. في الشيء اللي عقبه، ومرات ما تكون مركز معه، هاي كانت صعوبه يعني. صحيح. بس الحمد لله ان ارتفع الوباء وكملنا مشوارنا الحمد لله رب العالمين. كان عندنا ملازم راشد بن شاجع الشاجع، يعني يقول افرح موقف مش التخرج، باعلان النتيجه، انه كان من ضمن الخمسه المتفوقين من كليه الشرطه. الان المواقف اللي ما كنت توقعتها ووصلت لها، هل حصولك على المركز الثاني ولا في امور ثانيه؟ طبعا هذه المراكز والجوائز شيء مكتوب مقدر على الشخص،
مكتوب ومقدر، نعم. ولكن هناك مجهود وأيضا إصرار وبحث ودراسة، صحيح. يعني مستحيل أن جاسر يتعب ويسهر، أنا حط رأسي وارقد وأقوم أقول لا أنا بأخذ الأول هما يأخذ الأول، أكيد أنه في مجهود. نعم. نبغى نذكر في مثل هذه الأمور، ما نبغيك دبلوماسي محمد، اليوم يومك، أنت الآن تخرجت وصرت ضابط، تكلم بأريحية. من ناحية المراكز اللهم لك الحمد، الحمد لله. أنا حصلت على المركز الثاني. تستاهل، تستاهل خير. والأول في الرماية، ولكل مجتهد النصيب، عز الله. طبعا هذه فرحة يعني كانت من أحسن اللحظات عند الشخص إذا علموه بالنتيجة، يعني موقف اللهم لك الحمد. يوم قالوا أنت حصلت على المركز الأول في الرماية، الحمد لله، هذا شيء مو بسيط. بالله هل أنت هاوي رماية قبل دخولك العسكرية؟ نعم صحيح، ساعدك في الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد لله رب. وأكيد أنك كنت مركز على المركز، خلنا نقول أول ثلاث مراكز في الكلية من لحظة دخولك في الكلية، أنا صحيح. متأكد من الشيء هذا، صح ولا لا؟ صحيح، ما شاء الله تبارك الله. طبعا أخوي خالد أيضا نفس الـ التفكير ونفس المعنوية، خلنا نقول من الدخول للكلية أنك تحط عينك على هدف وبإذن الله أنك بتوصل، وعز الله أنكم وصلتوا بيض الله فيكم وأصبح حبيب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طبعا لو ننتقل ونسأل من ناحية الدافع أو الشيء اللي خلاكم تدخلون للكلية، هل كان فيه أي ميول عسكري، ميول عسكري، فرد من العائلة كان عسكري سابق وتبي تكون مثله، أنت شفت نفسك أنك عسكري من كنت صغير، شرحوا لنا شو اللي خلاكم تدخلون الكلية من عند محمد؟ طبعا دخول الكلية هذا حلم كل شخص في الدولة، أنه يخدم وطنه، عز الله، خدم البلد. سبب دخولنا الكلية رغبة دخولنا الكلية أحمد محمد عسكرية، توفقنا فيها اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم لك. وهذا اللي عندي. أنت بيض الله وجهك، أنت عندك أمور واجدة، بعدين بقعد أنا وياك وأخذ علومك. طبعا أبو عبد الله البارحة في أيضا برنامج ترحيب يمكن تابع معانا الملازم طيار، يقول وأنا صغير أحب الطيران، أحب التطير، حط الهدف من باله وهو صغير لين وصل وأصبح طيار. هل هذا الهدف كان عندك أنك تدخل في هذا المجال العسكري؟ بعد سنوات طلعت عندنا التقنية والتكنولوجيا، وأيضا أصبحت مميز في التكنولوجيا. أنا صغير مو مثله، بس الوالد عسكري، قلت خلاص بصير نفسه، صرت الحمد لله ضابط، الحمد لله. وإن شاء الله نرد الدين حق البلاد والخدمة اللي قدموها لنا طوال الفترة، إن شاء الله نخدمهم فيكم الخير بشكل جزيل. هو ترى يمكن في أمور كثيرة، مش شرط أنه يعني نقول الكلام، ولكن الآن دخولكم وحضوركم 4 سنوات في الكلية، هم وزملائهم اللي كانوا متواجدين، هذا أيضا إصرار وعزيمة ورواض للنفس أنهم يخدمون بلادهم. مرت 4 سنوات، انضحيت من عمرك 4 سنوات، أنت بذلت مجهود، أنت اكتسبت مهارات، هذه كلها تخدم بها العباد والبلاد. ثق تماما أن اللي تنصبون إليه، وإن شاء الله أنتم مستقبل هذه البلد، بكرة أنتم راح تكونون من القيادات اللي كانوا اليوم متواجدين في المنصات، بعد سنوات أنتم راح تكونون متواجدين في المنصات، تقولون هذه الخبرات لأخوانكم. صح إن شاء الله. طبعا ابو علي ايش عندك تقول؟ اقول لك كلامك اخوي ابو علي، بس انا ابي اذكر النقطه هذه اللي هي الداعم، احنا نعم. ذكرنا الدافع اللي دخلهم الكليه، صحيح. ولكن نبي نعرف من الداعمين. انا متاكد ان في داعمين كانوا معاكم من اول لحظه من دخولكم الكليه لين اللحظه هذه اللي احنا فيها الحين، نعم. وصلناها، من هم اللي كانوا داعمين؟ لا شك اول الداعمين الوالدين، الله يحفظهم، الله يحفظهم، الله انهم ما قصروا ونشكرهم، ما راح نوفي لهم حقهم، ما راح نوفي لهم حقهم، ولكن يستاهلون انك الان على الهواء مباشره، اي بالله يستاهلون، تثني لهم وبالاسم الوالد والوالده، انا اللي بقول لهم مبروكين وتستاهلون، ويكمل ولدكم محمد الحين هذه كاميرتك ووصل لهم الرساله، الحين وصل لهم الرساله، نشكركم ونقول لكم الله يجزاكم خير، الوالد والوالده، جعل ربي يبيض وجيهكم دنيا واخره، اللهم امين، ويطول في اعمارهم على العز والطاعه، الله يجزاك خير، اللهم امين. ابو عبد الله، اول شيء طبعا توفيق وفضل من رب العالمين، الحمد لله. ثاني شيء دور الوالدين، ما قصروا معانا طول هالفترات ال4 سنين، سواء كان دعم معنوي او بالدعاء، والوالده ما قصرت قبل كل خروج رايحين الكليه تدعي لي، ما شاء الله تبارك، الحمد لله، الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك ان شاء الله، طالعهم هم لا تطالعنا احنا، بيض الله وجهك وجهك وخلي الوالده تدعي لنا، انا ان شاء الله جعل ربي يطول في عمرها. طبعا
الملازم محمد علي المري الثاني في النتيجة المشتركة، والأول في الرماية والأول في تخصص إدارة الإمداد والتجهيز. لا هنت وبيض الله وجهك على حضورك وموفق في حياتك المستقبلية. الملازم خالد عبد الله أحمد العبيدلي الثاني في النتيجة المشتركة على تخصص الأمن السبراني. ألف مبروك وتستاهل وموفق في حياتك المستقبلية. ألف مبروك وتستاهلون بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع من بعد فقرات برنامجنا، لا تروحون بعيد خلوكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ومثل ما قلنا مستمرين إن شاء الله في فقرات برنامجنا. استعدادا لموسم الحج هذا العام، عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمرا صحفيا، أعلنت خلاله عن فتح باب التسجيل لهذا الموسم اعتبارا من 12 من فبراير الجاري. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر صحفي فتح باب التسجيل لموسم الحج بدءا من 12 من فبراير الجاري. اليوم أعلننا عن بداية فتح نظام التسجيل للحج للموسم 1444 هجري، وراح يكون إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 8 الصباح لمدة شهر كامل إن شاء الله. ومن ضمن الاشتراطات للموسم هذا موضوع ما في حد أعلى للعمر، وكذلك موضوع تطعيمات كورونا مطلوبة من وزارة الحج السعودية. وبالنسبة للأخوة بالنسبة للقطريين والخليجيين ما يقل العمر عن 18 سنة، وكذلك جرعتين من تطعيمات كورونا. وبالنسبة للأخوة المقيمين ما يقل العمر عن 40 سنة، وكذلك إقامته في الدولة لا تقل عن 10 سنوات، وبالإضافة إلى موضوع تطعيمات كورونا. هذه أهم الشروط والمتطلبات للموسم الحالي. هذا وقد أدخلت بعض التحسينات وتعديلات على نظام التسجيل لهذا الموسم في مرحلة أولية على أن يطور مستقبلا، وأقدم شرح مفصل لطريقة الدخول والتسجيل في الصفحات والخانات المخصصة للمواطنين القطريين أو الخليجيين أو المقيمين. تتواصل فعاليات مهرجان كتارا للخيل العربية، وللمزيد عن الأجواء هناك ننتقل مباشرة إلى نديب قناة الريان محمد عبد الله. محمد مساك الله بالخير، ونقبطك على المكان اللي أنت فيه، وحدثنا عن مكانك واللي يحتويه. مساكم الله بالخير أخواني في الاستديو، أمسي عليكم ومسي أيضا على السادة المشاهدين الكرام. من هني كتارا، مهرجان كتارا للخيل العربية الأصيلة. صراحة الأجواء خيالية. بدينا اليوم في بطولة تايتل شو، أو من أمس بدينا بطولة تايتل شو، وبنتم إن شاء الله لين تاريخ 11 فبراير اللي هو يصادف يوم السبت. صراحة أجواء بطولة تايتل شو أجواء خيالية حماسية بما تعنيها الكلمة صراحة. يعني للي ما زار المكان، للي ما زار المهرجان في كتارا، يعني فاته صراحة نص عمره. ومعنا أخونا من السعودية، يا مرحبا. مرحبا فيك يا هلا والله. والله احنا باسمك الغالي علي التميمي من السعودية. والله ونعم، ويا مرحبا بكم بلادكم الثانية قطر. الله يحييك. الدوحة بلد وأهل وإخوان، وأجواها ما شاء الله مثل ما تفضلت، يعني ما تفوت. فاحنا اليوم حاضرين بدعوة من مربط اليمين، وجايين مشاركين وبشرك متوجين. طبعاً أول شيء فوق هاي كلها تسألون، أول شيء التتويج ألف مبروك. الله يسلمك ويحييك. وبطولة كتارة بطولة يعني كفيها أنها تحت رعاية سمو الشيخ تميم، وبصراحة نقلتوها نقلة نوعية. هذه ثالث سنة والنجاحات متوالية بعد كأس العالم، وأنا كنت موجود ترى في كأس العالم وحضرت وشفت. وعشان كذا الواحد في أي حدث وأي مناسبة دولية يقول حط الرهان على قطر. قطر ما شاء الله في كل مناسبة يعني يبيضون الوجه.
اخوي علي التميمي قبل شوي قلت لنا عندك قصيد اليوم للخيل. اي الخيل احنا ربينا على الخيل ونقصد في الخيل وقصايد في الخيل، وقبلنا الشعراء والمتنبي شاعر العربية يقول: أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها، العارفين بها كما عرفتهم الراكبين جدودهم أماتها، فكأنما نتجت قياما تحتهم وكأنما ولدوا على صهواتها. خيل هي عين القصيد. أما أنا أقول اللي ذروني في هواهم مع الريح خليتهم مثل الجمل في مراحة، ما بي عنا واشري شفوف المشافيح عندي يبقي عانى الخلايق مساحة، أواصل اللي وصلهم لي تراويح ورقى شراع الود واتبع رياحة، ونزودوها بالعتب والمجاريح عوت للي في عتبها سماحة، الخيل لا أخذنا عليها مراويح ندرك بها في لجة العمر راحة، في فلك غرتها نجوم ومصابيح ومتون لبتها ضياح وبراحة، وعلى نواصيها رجوم مناطيح تومي الراعي الولع بطراف راحة، ونجيت عنق الخيل تحتاج توضيح سباح الأنبياد ناوي سباحة، متكاملة توصفهن ومماليح أمهار تسقي العين حسن وملاحة، الله عطاها حبنا والمفاتيح معها وبيبان الهوى مستباحة، ميراث شيبان وزحول وطحاطيح الله من عز تعلبة وجناحة. صح الله لسانك يا أخوي يا علي التميمي، وصراحة أنتم منورينا في بلادكم الثانية قطر، يا مرحبا بك. الله يرفع قدرك ويمسي عليك بالخير أنتم متابعين شاشة قناة الريان. الله يرحم والديك يا أخوي علي، ومستمرين معاكم أخواني في هذه الأجواء الخيالية جدا في بطولة تايتل شو، وبإذن الله إلى تاريخ 11 فبراير الأجواء الخيالية لا تفوتونا عبر شاشة قناة الريان. نرجع لكم أخواني في الاستديو. شكرا جزيلا لك أخوي محمد وبيض الله وجهك. طبعا مشاهدين الكرام، منذ لحظة وصول نبأ وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح بالآلاف، سارعت قطر ممثلة بمختلف الجهات الإغاثية إلى مد يد العون والمساعدة للمتضررين والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ من خلال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا، مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيام ومستلزمات شتوية. نعم جاسر، اليوم نتحدث عن هذه الجهود التي تتواصل دون توقف دعما للمتضررين من الزلزال، ومعانا للحديث عن هذا الموضوع السيد يوسف محمد العوضي مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري، والسيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في قطر الخيرية. مساكم الله بالخير، والله ليهينكم على جهودكم، والله يكتب أجركم. يا مرحبا، الله يحييك. الله يحييك سلمك. يا مرحبا والله مسألة. في البداية ودنا نسأل أخوي يوسف محمد العوض مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري، في البداية ننعى وفاة عدد من كوادر الهلال الأحمر القطري جراء الزلزال، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. آمين يا رب العالمين. في البداية ودنا نتحدث عن جهود الهلال الأحمر القطري منذ وصول نبأ حدوث الزلزال في تركيا وسوريا. بسم الله الحمد لله. أول شيء نشكركم على الاستضافة. حق واجب. جزاكم الله خير. جزاكم. طبعا بداية أول ما سمعنا عن الزلزال الذي وقع في تركيا، بدأت غرفة العمليات عندنا، احنا غرفة عمليات حق الكوارث والأزمات، بدأت تنشط وبدأت بدأنا تفعيل الغرفة هذه، وتكلمنا مع الإخوان هناك مكتبنا في تركيا في غازي عنتاب عن الوضع وإيش الاحتياجات المطلوبة، والحمد صحيح. لله تم يعني تلبية احتياج، يعني في اليوم الثاني على طول تم توزيع تقريبا 4800 سلة غذائية كانت موجودة مخزون عندنا، تم توزيعها للأسر اللي شردت وجات في العراء من بعد الدمار اللي حصل في مناطق وفي البنية التحتية في المناطق اللي صادها الزلزال. اللهم لك الحمد. مثل هذه الأمور نقول احنا دائما نحن نجمع في وقت الرخاء، إذا جاء وقت العسر في يكون عندنا كمية في مثل هذه الأمور. الأخ أحمد بيوسف، جمعية قطر الخيرية لها باع كبير وأكيد لها مشاركات في كوارث طبيعية ودول منكوبة سابقا، الآن في مثل هذه الحالة اللي صارت في تركيا، سبحان الله يمكن كان لكم وفد قبل الزلزال كان متواجد في نفس المكان، حدثنا عن دور الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يعني صراحة
موضوع الزلزال موضوع صراحة مأثر فينا كلنا. صحيح. مثل ما تفضلت كان عندنا وفد من قطر الخيرية يترأسه أخونا سعود المعاضيد مدير إدارة الإعلام. نهنيهم السلام. أي والله الله يحفظه ويحفظهم جميعا يرجعون بالسلامة. آمين. إن شاء الله. اللهم آمين. ففعلا كانوا متواجدين هناك في غازي عنتاب على حدود سوريا التركية لتسليط الضوء على قضايا اللجوء وقضايا البرد والشتاء. نعم. وسبحان الله جاهم الزلزال وهم هناك على رأس عملهم. على رأس عملهم فعلا. يعني هو يحكي لي سعود يحكون لي الإخوان كيف كان صعوبة الموضوع وكيف ان احنا ما قاعد نستشعر نعم الله عز وجل احنا في نعمة عظيمة والله. اللهم لك الحمد. تتخيل يقول لي سعود تخيل ان انت تفقد النعم كلها مرة واحدة. صحيح. تفقد بيتك تفقد سيارتك تفقد اهلك تفقد عيالك في غمضة عين وفي لحظة. لا اله. فنعم عظيمة جدا احنا عايشين فيها نسأل الله يكون في عونهم ان شاء الله. سعود يعني طلعت مشاهد كثيرة مثل ما شفتوا احنا عندنا تقريبا يعني مكتبين في تركيا من اكبر المكاتب غير الفرق الميدانية الموجودة داخل سوريا. فجاء الزلزال معظم الموظفين موجودين هناك والحمد لله كانوا بشكل يعني سريع الحمد لله تم نجدة اخواننا الموجودين هناك. يقول لي سعود حتى يعني الفنادق اللوبيات البيوت صارت عبارة عن ملاجئ الحدائق صارت ملاجئ والجميع استنفر والجميع قاعد يتساعد بحيث ان احنا يعني نقدم يعني نجدة اخواننا الموجودين هناك. يعني كانت صراحة أوقات عصيبة جدا فعلا مروا فيها. الله يفك عقهم يا رب العالمين. اللهم آمين. طبعا سيد يوسف ودنا أيضا نتكلم عن لو كان في حصيلة وكان في إحصائيات بعدد المتضررين في سوريا وفي تركيا هل هنالك عدد معين؟ حصيلة الناس حصيلة الناس المتضررين طبعا. إيه طبعا على حسب الأخبار اللي جاتنا من هناك من مكاتبنا ومن البعثة الموجودة بعثة الهلال الأحمر قطري. احنا طبعا شغالين مع الهلال الأحمر التركي وايضا مع منظمه إفاد وهي منظمه يعني تتدخل في الامور في ازمات الكوارث وهي من المنظمات الكبيره. احنا متعاونين مع الجهتين مع الهلال ومع المنظمه. فطبعا الاخبار ان الان تقريبا تعرف العدد الضحايا او الناس اللي فقدوا او ماتوا تحت الانقاض وتحت في هذا الزلزال. نعم. يعني في تزايد مستمر يعني تقريبا اخر احصائيات الحين في حدود 16500 واحد وغير تقريبا في حدود 65000 جريح. هذه بالجانب التركي. ايضا عندنا الجانب السوري والجانب. نعم. السوري ايضا عندنا صوبين يعني عموما تقريبا سوريا في حدود 5000 و6000 بعد قتيل. نعم. وغير الجرحى بعد في حدود تقريبا يمكن 7000 8000 وما زال في كثير من الناس ما زالوا تحت الانقاض. المشكله في الجانب التركي الحمد لله يعني امور طبعا كلها يعني اماكن فيها دمار ومثل ما ذكر الاخ احمد متضررين كثير يعني في تقريبا 7 مدن تركيه. لكن هني الحمد لله يعني جاتهم المنظمات الدوليه من ضمنها يعني قوات الاخويه. صحيح. اللي تابعه للاخويه القوات مال فرق الانقاذ وايضا كثير من فرق الانقاذ من كثير من الدول تقريبا 40 دولة. صحيح. وصلت فرق انقاذ الى تركيا وايضا المساعدات اللي دشت تركيا كثيره والحمد لله. لكن الجانب الشمال السوري. نعم. الاماكن هذه اللي لحد الان مساكين الناس تحت الانقاذ وما عندهم معدات ثقيله. نعم. ويحتاجون صراحه لمعدات ثقيله وكذا واحنا يعني قاعد نحاول لأن خلال يومين الثلاث أيام من بداية الزلزال لين تقريبا هاليوم تعرف المعابر كانت مسكرة. صحيح. وحتى المعبر اللي كان ماشي حتى المعبر هو نفس الطريق يعني صاد الانشقاقات والنيارات في الطريق فما في شاحنات تقدر توصل. لكن اليوم صلحوا جزء من المعبر وأيضا تركيا وفرت لنا يعني معبرين آخرين بطلت عشان تدخل المواد وبدأت إن شاء الله يعني تدخل إن شاء الله إن شاء الله. وإحنا مع الناس الموجودين هناك وفرقنا موجودة وأيضا احنا تعرف بعد صار عندنا ساكم على القوة. 3 من الكوادر توفوا الله يرحمه جراء الزلزال وأيضا في كم كادر توفوا والثلاثة هذيل عندهم أسر يعني واحد هو زوجته وست من عياله. لا إله يعني الله. تقريبا المجموع في حدود 18 واحد اللي فقدناهم هذيل كانوا موظفين في الهلال الأحمر القطري في الجانب التركي والجانب السوري. الله يرحمهم وهم على رؤوس عملهم إن شاء الله. الله مثل ما ذكر أخوي طبعا نقول أحمد أنتوا عندكم فرق منتشرة في مناطق عدة مثل ما ذكرت بداية حديثك أنه كان من ضمن هذا الفريق اللي ترأسهم سعود العسيري متواجد في تركيا ولكن أيضا باقي الفرق أين المناطق المنتشرين فيها؟ صحيح. هو طبعا يعني كلام يوسف أخوي يوسف كلام صراحة مهم جدا وأنا يعني هاي رسالة
لكل الناس اللي يعني يزهد في العمل الخيري أو يشكك في العمل الخيري. إحنا قاعدين نتكلم عن وفيات، ناس قاعدين يموتون في العمل الخيري. صحيح. طيب الأحمر غير عندنا في قطر الخيرية، عندنا بعض الموظفين فقدوا عوائلهم، فقدوا نعم. عيالهم. نعم. بعض الموظفين يعني يقول لي سعود عن واحد من الموظفين يعني قاعد يقول هستر فقد أعصابه، يقول لي يعني يقول إيش فيك، يقول لي يعني أنا فقدت سيارتي، فقدت بيتي في لحظة، أهلي ما أدري وينهم. نتكلم عن مخاطر، نتكلم عن معاه يعني آلام صراحة يعيشها إخواننا في العمل الخيري. ويجونك بعض الناس للأسف اللي هم ما عندهم بعض البيانات أو غير مطلعين على العمل الإنساني، يبدأ يشكك في العمل الإنساني. أنا صراحة أنصحهم أن إحنا الآن لازم نتكاتف. إحنا الحين نتكلم عن وقت التكاتف، نترك الحديث، نترك التشكيك، ونترك القضايا هذه، ونتكاتف جميعا لنجدة إخواننا الموجودين الآن في الداخل السوري وفي تركيا. مصيبة وحصلت الآن علينا نحن نتكاتف. بالضبط. هذه المطلوب. وحين الحمد لله يعني حكومتنا هي كانت من أول الحكومات اللي بادرت، وكذلك الشعب، وكذلك المؤسسات الدولة، وكذلك بحث إحنا الحمد لله كعبة المظلوم، الحمد لله نعتز ونفخر بهذه المسمى ونورث لعيالنا. لذلك هذه القيمة العظيمة. وقطر إن شاء الله بكرة راح يكون عندنا حملة شعبية كبيرة جدا، عون وسند إحنا والهلال الأحمر ومؤسسة الإعلام والتلفزيون وجميع المؤسسات. الله يوفقك. راح تصير في حملة ضخمة جدا شعبية دولية، راح نقدم مساعدات إن شاء الله. إن شاء الله. ونجمع التبرعات لإخواننا بحيث إن إحنا نقلل من الأضرار. ترى يا جماعة الحادثة ضخمة جدا، تتكلم عن وفيات بالآلاف. صحيح. تتكلم عن إصابات بعشرات ومئات الألوف. تتكلم عن طرق مهدمة، تتكلم عن إحنا ما تكلمنا عن العمارة الحين، قاعد نتكلم عن فقد الغذاء، نتكلم عن الاحتياجات الأساسية. موضوع الإعمار هذه أيضا قصة أخرى. ف يعني حتى إخواننا في تركيا يعني يعانون معاناة شديد جدا، والداخل السوري كذلك. عزل. يحتاج تدخل وتكاتف دول وليس تكاتف فقط دولة قطر. صحيح. هو يقول كل وصاته عنده، إحنا ما نوصي ولكن نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن لحد يستبخل ولو بريال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تهاونون في الموضوع، لا حد يقول أنا والله ما عندي 500 ريال ما نبدافع، ادفع ولو ريال واحد يمكن أن تنقذ لك أرواح. طبعا مشاهدينا الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عايش القحطاني للحديث عن فضل إغاثة الملهوف والوقوف بجانب إخواننا المحتاجين. فضيلة الشيخ عايش، أول شيء مساك الله بالخير ونقول الحمد لله على سلامتك. مساك الله بالنور يا أخوي، والله يسلمك، وسلامي للموجودين الضيوف عندك ولكل متابعينا على قناة الريان. يوصل سلامك. طبعا فضيلة الشيخ، ديننا الإسلامي يدعو إلى إغاثة الملهوف والمساندة كالجسد الواحد، ما الذي ورد في شريعتنا الإسلامية عن هذا الجانب لنذكر المشاهدين بها لدعم إخوانهم؟ الله يبارك فيك ويرحم فيك. طبعا هذا واجب والله يسألنا عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه تأكيدا على ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول أيضا والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. تريد العون من الله أعن أخاك. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا مش كلام عبث، هو وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك. يعني عندك مثلا الدراسات العلمية الحديثة تقول إذا الجسم خدش منه عضو وبدأ ينزف يرسل إشارات استغاثة للمخ، فالمخ يرسل إشارات استغاثة لسائر الجسد. قالوا تقريبا 10,000 تنبيه في الدقيقة الواحدة يأمر باقي الأعضاء أنها تسترشد في الطاقة والغذاء وتركز على هذا العضو المجروح الذي ينزف حتى يبرأ أو يموت الجسد كله من النزف. تخيل. فواجبنا تجاه إخواننا أن نبادر، ونحن أولا نقدم لأنفسنا قبل أن نقدم لإخواننا. وما تقدموا من هذا العمل من الله يعلم به ويراه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صحيح. فالإنسان يقدم لنفسه، يقدم لآخرته. يعني أنا أقول لإخواني وأخواتي
من مواطنين ومقيمين. تخيل ان عند ابنائك تحت الانقاذ، اخوانك، امك وابوك، ماذا يكون حاله وماذا تنتظر من اخوانك؟ فالمبادره، لان احنا كلنا اخوان في هذا الدين، ويجب ان نبادر لنجدة اخواننا ولا يسبقنا احد في ذلك. صحيح صحيح. طبعا شيخ، لو نتكلم عن كيف يمكن لهذه الاعمال ومهما كانت، يعني كانت بسيطه او كبيره، ان تساهم في تعزيز مساندة المسلمين لبعضهم البعض وشد إزرهم في مثل هذه المواقف. الله أكبر. هو شوف يا أخي، مثل ما احنا نقول بارك الله فيك، حجر على حجر يصبح عندنا بنيان كبير. أنت مثل ما قلت قبل شوي، يعني الإنسان يتصدق ولو بشق تمرة، يضرب له بسهم في هذا الخير الكبير. نحرص على المساعدة. بالعكس، السلف كانوا يفرحون عندما يأتي سائل أو محتاج أو يجدون بابا من أبواب الخير. يعني تخيل سفيان الثوري كان ينشرح ويفرح إذا رأى سائلا أو محتاجا، فيقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. يعني أجور الصدقة تقي مصارع السوء. أنت تقدم لنفسك، عندك دعوة تستجاب عند الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض يقول نعم السائلون الذين يحملون أوزارنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعونها في الميزان بين يدي الله تعالى يوم القيامة. تخيل الأجور العظيمة. يعني أنا أذكر أخواني، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله، ما قال لي يقوم الليل ويقرأ القرآن طول يوم غيره، لأن الفعل المتعدي آجر من الفعل القاصر. قال أنفعهم للناس. ولما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال مباشرة سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. وهذا اللي نؤكد عليه في هذه الأحوال، في الإغاثة، في الناس المكلومة. فأكد أيضا على ذلك بعد ذلك وقال ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أقضيها خير لي من اعتكافي في مسجدي هذا شهرا. تخيل الأجر، بمبلغ بسيط تدفعه بإغاثة، بحث الناس، بالترابط، بالمواساة، بتقديم العلاج إلى آخره. ولو بشيء بسيط تقدمه تجده عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيه وينميه لك ويدفع عنك السوء، يستجيب دعائك، يصلح أبنائك. والله تجد الأجور مضاعفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. فهذه تعتبر صدقة وتعتبر واجب في مساندة إخواننا. وعلينا أن نبادر جميعا. ومعروف قطر كعبة الوظيم، إخواننا في قطر من مواطنين ومقيمين هم أول المبادرين دائما، والكل يرى ويسمع هذا في أصقاع الأرض وفي مشارقها ومغاربها. فضيلة الشيخ عايش القحطاني، الله يكتب أجرك على هذا الكلام الغير مستغرب، وإن شاء الله الله ينفع بك العباد والبلاد. لا هنت على مداخلتك، وبيض الله وجهك. طبعا مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم ومع ضيوفنا المتواجدين في الاستديو، ولكن فاصل قصير ونعود بعده، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي قناة ريان الفضائية. مستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة، برنامجكم برنامج ترحيب، ونتابع الحوار عن الجهود القطرية دعما للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا مع ضيوفنا في الاستوديو السيد يوسف محمد العوضي، مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري، والسيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في قطر الخيرية. مساكم الله بالخير من جديد، وإن شاء الله نتابع مواضيع. نعم، طبعا سؤال موجه لأخو يوسف بن محمد العوضي. طبعا ما هي أنواع المساعدات اللي ممكن يحتاجونها أخواننا في تركيا وفي سوريا بالضبط؟ شنهي الأشياء اللي يحتاجونها حاليا؟ احنا طبعا تم يعني مخاطبة اخواننا في الهلال التركي، وايضا مكتبنا هناك عن طريق المكتب بالاحتياجات الضرورية. بس انا بغيت قبل اتكلم ان احنا الشغلات اللي طرشناها مع الجسر الجوي اللي يعني بتوجيهات من سمو الامير اللي تم عمل هذا الجسر. نعم،
ففي اول طياره احنا ودينا تقريبا 35 طن من مواد كانت مخزونه عندنا هنا لهذه الحالات الطارئه، كان تقريبا في حدود 5000 او 6000 بطانيه ثقيله وفي حدود 2000 الى 3000 بطانيه خفيفه، ومنها جراكن حق المياه ومنها الناموسيه ومنها الطربال حق صحيح، لان الان هم تعرف الناس طلعت في بعضهم في اماكن يعني مكشوفه مكشوفه صحيح. فهذه في بدايه الازمه يعني اول طيارات راحت في الجسر الجوي، هذه الاغراض طلعت من مخازننا من قطر. وايضا اللي ذكرت 4800 سله هي تم توزيع في الشمال السوري في يوم الثاني اللي كانت موجوده في المخازن في مخازننا هناك. نعم. الان طبعا الاحتياجات كثيره صراحه، يعني تعرف الدمار والناس يعني احتياجات طبيه من ادويه، ايضا احتياجات غذائيه، احتياجات مواد التدفئه واجهزه التدفئه، ففي كثير من الشغلات ملابس وبطانيات صحيح شتويه، هذه صراحه كلها الان اللي محتاجينها بالدرجه الاولى. وايضا بالنسبه للاطفال يحتاجون، تعرف هناك برد وثلوج، يحتاجون بعض الادويه عن البرد والانفلونزا، يحتاجون حليب صحيح، يحتاجون عزكم الله الحفاضات والشغلات هذه، عرفت ولا لا، حق الاطفال. هذه الامور الضروريه على المراحل العمريه، المراحل هذه الشغلات الضروريه في الوقت الحاضر. واحنا الان قاعد نجهز كادر طبي، طبعا احنا جهزنا الان 3 أو 4 مستشفيات ميدانيه. نعم. في الشمال السوري بأسرتها بكل شيء، بكل شيء قاعد يقدمون الخدمات الطبية. وأيضا الآن إن شاء الله في خلال الأيام الجاية في إن شاء الله كادر طبي بيطلع من هنا لانضمام إلى المخيمات هذه المستشفيات الميدانية، الله ينفع بهم. فهذه تقريبا الاحتياجات. طبعا الأطباء اللي بيروحون يعني الأطباء اللي الحين لازم يكون متواجدين، أطباء تخصص العظام لأن تعرف تحت الإنقاذ أكثر من قصور ومصاحب إصابات. نعم. بعض الدكاتره الجراحين. نعم. اي نعم. اطباء عيون، تعرف بعض يكون دش في عينه مثل التراب ولا القزاز ومن بتطاير من الزلزال صحيح. ففي هذه بعض التخصصات اللي الحين محتاجينها، الله ان شاء الله بعد فتره بيروحون للاطباء ان شاء الله. الله يكتب اجركم اخوي احمد. اكيد جمعيه قطر الخيريه شاركت في كثير من الدول المنكوبه ككوارث طبيعيه. الان مثل ما ذكرنا مع الشيخ يوسف، جمعيه قطر الخيريه كانوا موجودين في أرض الميدان عارفين الاحتياجات، ولكن أعتقد الآن الكل عارف إيش الاحتياجات. أعتقد أن كل شيء يقدر يساهم فيه المشاهد يساهم فيه أخوي أحمد. صحيح. إحنا أبي إخواني المشاهدين يتخيلون معاي بس المشهد بشكل عام، شخص يعني قاعد في بيته وآمن ومرتاح، فجأة يصير الزلزال، فجأة يطلع برا الزلزال، ما يقدر يرجع بيته، ما في شيء خالص، أغراضه خلاص كلها انهارت، الجو الآن تحت الصفر، لا إله ثلوج. فالوضع يا جماعة نتكلم عن كل الاحتياجات الآن الأساسية غير متواجدة، نتكلم حتى عن الأكل. يعني سعود يقول لي أول يومين ثلاثة أيام كنا ما عندنا شوربة واحدة، شوربة الصبح، يبقى إحنا المرتاحين يعني، فما بالك نتكلم عن الداخل السوري. الوضع طول اليوم يعني بس، والجو بارد طبعا. صحيح. الحين يقول عندنا بوفيه، يقول ما شاء الله، يقول لبنه وشويه خبز، هاي يعتبر يقول يعني شيء افضل يعني. فالوضع صراحه محزن ومزري، وتكلم عن ناس ما قلت لك الاف مؤلفه فقدوا احتياجاتهم الاساسيه، يحتاجون ملابس، يحتاجون اغذيه، يحتاجون ادويه، غير العمليات اللي يمكن تصير، غير الكسور اللي مثل ما تفضل اخونا يوسف. فنتكلم عن احتياجات اساسيه لازم تتوفر بشكل لحظي، تكلم عن أكل، تكلم عن ملابس، هذه قضايا لازم تتوفر بشكل عاجل. الحمد لله أن احنا يعني احنا أخواننا الهلال الأحمر وغيرها حتى من المنظمات والجمعيات لها مخزون استراتيجي، لكن هذا مخزون يخلص، يحتاج أن يصير في يعني جسر جوي وثاني وثالث. وأخواننا حتى في تركيا قاعدين يساهمون معنا بشكل كبير، فالاحتياجات كبيرة جدا. صح. وأنا أدعو أن الجميع الآن يبدأ يساهم على اساس ان احنا نسد هذه الاحتياجات. الان ان شاء الله كثير من الطيارات راح تنطلق ان شاء الله الايام القادمه، غير الاشياء اللي قاعده تتوزع من داخل تركيا. طبعا للتعقيب على كلام اخوي احمد، ايضا لو بغينا نعرف ما هي طرق التبرع بالنسبه للهلال الاحمر القطري وايضا كذلك قطر الخيريه، لو تذكرون لنا طرق التبرع على السريع. ان شاء الله. تعقيبا على كلام ابو يوسف، في تغريده ما ادري اليوم شفتوها ولا لا، قبل الزلزال يقول لك بكم يوم واحد تركي ساكن في عماره من العمارات وكانه ما دفع الايجار ولا شيء، اطرده الراي ذي، من حقه يعني ذي، فاطرده.
فيقول الحين انا وهو قاعدين في نفس الخيمه مال اللواء سبحان الله تحت ال لكن ان شاء الله اهل الخير واجد سبحان الله يعني اقول لك شوف من ما قال شوف الناس الواحد العبر واحد امن ومطمئن في بيته وبين اهله وعياله شك بك اللي يشوف نفسه وين في الشارع ما عنده ولا يملك شيء لكن ان شاء الله يبشر باهل الخير لا يبشر باهل الخير وايضا رئيس اردوغان طلع في عده مؤتمرات صحفيه صحيح واخره قبل كم ساعه حطوها في الجزيره قال كل واحد ان شاء الله فقد بيته بنبني له بيته وبنرجع له كل شيء خلال سنه ان شاء الله ان شاء الله وهم ان شاء الله على قد المسؤوليه ان شاء الله بالنسبه احنا التبرعات عندنا طبعا عندنا مراكز التجاريه والمولات في المحصلين موجودين نعم اي واحد يبي يتبرع ممكن يروح لهم وايضا عندنا الموقع نعم عندنا التطبيق ممكن اي واحد ينزل التطبيق في جواله يتبرع يعني صراحة الأمور الحين صارت نقول التبرعات معلش يوسف إيه نعم. نقول التبرعات الآن موجودة وسهلة في كل مكان وعارفين جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر إيه نعم. وإذا هم محتاجين أدوات دنيوية إحنا وياكم محتاجين للآخرة تبرعوا الله يكتب أجركم طبعا السيد يوسف محمد العوضي مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري والسيد أحمد يوسف فخر مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في قطر الخيرية له أنتم بيض الله وجهكم والله يكتب أجركم خلصنا إحنا بيض الله وجهكم يا مرحبا طبعا وصلنا وياكم ومشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا اليوم نوفيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة فمان الله